أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في البصائر عن تصاعد الاحتجاجات ورفض شعبي لمرشحي الأحزاب لرئاسة الوزراء. أما في العربي الجديد فنقرأ عن انتفاضة العراق ووفاة متظاهر بالبصرة ومطالبات بمحاكمة قتلة المحتجين. في المدى نقرأ عن تحقيقات أحداث النجف وذقار، قوات الأمن مرتبكة والاستخبارات لم ترصد تصاعد الأحداث. في العرب اللندنية نقرأ عن غلق طرق ومقرات حكومية في العراق وسط جمود سياسي. أما في الزمان فنقرأ عن مقتدى الصدر وهو يقطع الطريق على المجربين، والأنظار تتجه إلى ترشيح اسم غير محترق. ونقرأ في الشرق الأوسط عن ساسة العراق يسابقون الزمن لاختيار نسخة معدلة من عبد المهدي. والختام من القدس العربي وفيها البرلمان العراقي يصوت اليوم على قانون انتخابات مجلس النواب. أهلا بكم. يبحث الجميع بطبيعة الحال أو يحاول البحث عن مؤامرة وراء التظاهرات أو الحراك الشعبي الأخير في العراق، وحينما يتعلق الأمر بالعراق فإن المتهم الطبيعي للمؤامرات الخارجية هو الولايات المتحدة الأمريكية. ياسين أقطاي يرى في موقع يني شفاق أن الهدف الرئيسي من التظاهرات في العراق هو الاحتجاج على الفساد وعلى السلطات المتهمة بهدر الثروات للقوى الخارجية، والهدف الأصلي هو العلاقة الخاصة التي أقامتها تلك السلطات مع إيران. إيران عبر وجودها أو نفوذها في العراق اليوم لم تنفع الشعب العراقي مثقال ذرة، والمشاريع التي فعلتها إيران ونجحت بها وجلبت الازدهار والسلام والرفاهية لشعبها أو يمكنها أن تجلب لم يكن فيها مشروع أو تجربة ما صبت في مصلحة العراق ونهضته، بل على العكس تماماً كانت تلك المشاريع بمثابة تهديد للتعددية الديموغرافية في العراق. إن الوضع القائم اليوم يحكي لنا أن أكثر من يشعر بعدم الراحة مما يحصل بالعراق ليس السنة بالمقام الأول، بل هم الشيعة أنفسهم، حيث أصبح الشباب العراقي يدرك أن ما تقوم به إيران في العراق مجرد لعبة، وأن ثمن هذه اللعبة يتم تسديده من قبل العراق بلداً وشعباً. إذن في النهاية لا تحتاج تلك الاحتجاجات لمصدر إلهام خارجي، سواء من قبل الولايات المتحدة أو من أي قوى أجنبية أخرى، حيث الوضع القائم بالعراق يكتسب هذا الإلهام من ذاته وبشكل قوي وشديد للغاية أصلاً. إن احتجاجات اليوم بالعراق ليست من النوع الذي يمكن طمسه عبر لصقها تهمة عملاء أمريكا أو عملاء داعش أو أنها احتجاجات السنة. الشيعة هم من يقودون ذلك الحراك، لكن القومية العراقية في النهاية هي التي تحظى بدعم جميع شرائح الشعب العراقي. ويرى ياسين أقطاي أن الدماء التي أريقت حتى اليوم من دماء الجيش العراقي أو من الميليشيات الداعمة لإيران أو من الشرائح الموالية لإيران داخل الجيش، يرى أنها تشير بشكل واضح إلى أن إيران لا يمكن أن تتخلى عن نفوذها بسهولة، حتى ولو كان على حساب الدم العراقي. في النتيجة لو كان هناك شيء ستقوله إيران للعالم حقا، وأنها تمشي نحو الغرق ببحر الدم الذي صنعته بيدها. منذ أن بدأت التظاهرات الشبابية في العراق قبل شهرين ونصف الشهر، كان واضحاً أن الأحزاب الحاكمة لن تستسلم لمطالب الشارع، حتى وإن اعترفت علناً بأن جزءاً من تلك المطالب محقة. فاروق يوسف يرى في صحيفة العرب اللندنية أن تلك الأحزاب مارست شتى صنوف عدم الاكتراث بالاحتجاجات، بل إنها لم تكترث لنتائج المأساوية التي انتهت إليها محاولات فضها بالقوة. حين سقطت الحكومة مع استقالة عادل عبد المهدي، كان
بديله جاهزاً، كما لو أن الأحزاب قد اختزلت الأزمة بوجود عبد المهدي في الحكم، وهو ما رفضه المتظاهرون وما زالوا يرفضونه. وهنا بالضبط بدأت فصول أزمة جديدة، حاولت من خلالها الأحزاب تمييع مطالب الحراك الشعبي وسرقة الوقت، حين صارت تطرح بين حين وآخر اسماً لمرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء. لم تتعامل الأحزاب بجدية مع مسألة هي في غاية الحساسية، فالمتظاهرون يرفضون من حيث المبدأ أن يقوم النظام بإعادة إنتاج حكومة تكون هي الأخرى واجهة له مثلما كانت الحكومات السابقة. هناك أكثر من 500 شهيد وأكثر من 20,000 جريح، بعضهم مرشح للموت، هم حصيلة التضحيات التي قدمها الشعب العراقي من أجل أن ينهي نظاماً فاسداً لم يعد في الإمكان الصبر عليه بعد 16 عاماً. ومع ذلك فإن أركان ذلك النظام ما زالوا مطمئنين إلى أن العملية السياسية هي الأساس الدستوري الذي ينبغي العودة إليه في محاولة تفهم وتقدير مطالب الشعب. وهذا ما يعني أن المسافة بين الشعب والأحزاب تبدو مستحيلة وغير قابلة للتفاوض، فهل يمكن استمرار الأمر على ما هو عليه؟ يقول فاروق يوسف أيضاً إنه مع قرار الشباب المنتفض الاستمرار في احتجاجاتهم إلى حين إنجاز مطالبهم، فإن السياسيين لا يملكون القدرة على تنفيذ قراراتهم في ظل الرفض الشعبي لها، وذلك يعني أن الأفق صار مسدوداً، وبهذا لن يكون نهر دجلة الذي يفصل بين الشعب والنظام الآن لن يكون قائما على الخرائط الدولية. سيسقط النظام لأن هناك استفتاء شعبيا قد أقر ذلك، يقول الكاتب. كان عربون الفوز في العراق بمنصب رئيس الوزراء لأي كتلة أو ميليشيا مسلحة تأدية فروض الولاء والطاعة للمحتل الأمريكي أو الإيراني أو لكليهما. أما اليوم فالعربون هو إنهاء الثورة العراقية الشاملة. عون القلمجي يقول في صحيفة العربي الجديد إنه وفق هذا السياق تسابقت الميليشيات لإنهاء الثورة العراقية وعن طريق اكتساح ساحات الاعتصام بقوة السلاح، مستغلين قرار الثوار بعدم الانجرار إلى العمل المسلح والتمسك بالسلمية مهما قدموا من تضحيات جسام. هزيمة هذه الميليشيات على يد الثوار السلميين في جميع الساحات لا تعني استسلامها وعدم الرجوع إلى تكرارها، وخصوصا أنها تلقى الدعم والتأييد من أطراف العملية السياسية الطائفية لإنقاذها من السقوط ومن ملال طهران والأمريكان للحفاظ على نفوذهما في العراق. إذا حدث وفشلت هذه المحاولات الغادرة وستفشل حتما جراء إصرار الثوار على الصمود حتى تحقيق الانتصار النهائي، ليس مستبعدا تقديم هؤلاء الأشرار تنازلات تصل إلى حد التضحية بجزء من مكاسبهم ومحاسبة بعض الفاسدين من الدرجة العاشرة وتشكيل حكومة من شخصيات مستقلة على أمل الالتفاف على الثوار وإقناعهم بالعودة إلى بيوتهم. ولكن هذه المحاولات لن تأتي بالنتائج المرجوة، فالثوار قالوا كلمتهم في شعارات واضحة جدا من قبيل نريد وطنا بدونكم ونطالب باستقالة رئيس الوزراء القادم من باب الاحتياط. لقد توصل العراقيون إلى قناعة أبعد من ذلك، واعتبروا الحكومة القادمة أداة بيد ملال طهران أكثر من الحكومات السابقة. وأي حديث عن نية الحكومة الجديدة تصحيح الوضع في العراق أو تلبية مطالب الثوار ليست سوى ضحك على الذقون واستخفاف بالعقول، وبالتالي ما يجري من لقاءات لتشكيل الحكومة الجديدة لم يعد يعني شيئا لا للثوار ولا لعموم الشعب العراقي. عون القلمجي يؤكد أيضا أن السلوك الفاشل والإجرامي الذي اتسمت به أطراف العملية السياسية قدم للثوار فرصة ثمينة للإجهاز عليها والتخلص من شرورها وتشكيل حكومة وطنية فعلا.
تعيد العراق إلى أهله من دون هؤلاء الأشرار، والتاريخ ليس كريما لتقديم مثل هذه الفرصة الثمينة مرة أخرى. منذ نيسان 2003 والاغتيالات في العراق لم تتوقف رميا بالرصاص أو طعنا بسكين أو خنقا أو بالغازات السامة أو بكاتم الصوت. رشيد الخيوني يقول في صحيفة الاتحاد الإماراتية إن ما يجمع تلك الاغتيالات هو أنها مورست في طبقات المجتمع العراقي كافة، كتابا وفنانين وأكاديميين من الجنسين ورجال دين من فقهاء ورهبان إلى الحلاقين والنساء، ومورس كذلك بشدة ضد ضباط الجيش السابق وطياريه وضد المتظاهرين. المشترك بين اغتيالات 16 سنة وتعد بالآلاف المؤلفة غموض الجنات وتشكيل لجان تحقيق وهمي. إن رؤساء العراق اليوم يخرجون ويتوسلون بالطرف الثالث، عدم قتل المتظاهرين. يا ليت شعري ما هو عملهم كي يصرحون بهذا التصريح. إنها نماذج اللا دول. من عاش ببغداد في أيلول من عام 1973 يعرف ما هي الأسابيع التي عاشها خوفا من أبي طبر المجهول الهوية. كان يدخل البيوت الموصلة ويقتل ولا يسرق، ومعلوم أن القتل من دون معرفة السبب يكون مرعباً، مثل الموت بلا مقدمات معروفة يفجع الآخرين. تعرضت بغداد لمثل هذه الظروف في مختلف العصور، وفي هذه الأيام بالذات تطارد الناس أرتال من المسلحين. إن خالفوا كفروا وهددوا، وإن تمردوا طالت رؤوسهم فؤوس الفضيلة. يظل القتلة مجهولين ما دام القضاء لا يقترب لحيتان الفساد ولا لتماسيح الاغتيال، فهؤلاء فوق كل اعتبار. يتذكر العراقيون جيدا عندما تظاهروا لتنظيف القضاء واستقلاليته عن السياسة، وكان الهتاف ضد قاض بعينه. ذهب أصحاب الأطبار والفؤوس الإسلاميون وظهروا معه على الشاشات. رسالة لذوي المغتالين والمسروقين، إنه في حمايتنا، فمن يقترب منه يصبح صيدنا، وليس من تحقيق في شأنه ولا هامة تدور على قبره لأن دمه مهدور. رشيد الخيون يختم مقاله بقوله إنه على خلاف العهود السابقة طال شوط لعبة أبو طبر الإسلامي 16 سنة، وها هو القتل بدأ بولادات 2003 عن طريق من سمته المصادر الرسمية بالطرف الثالث، فتمعنوا بدس الرعب ببقاء هذا الطرف القاتل مجهولا، وهو بحد ذاته يحمل اغتيال والفساد. في خضم عنفوان انتفاضة العراقيين على الفساد والظلم وفشل الطبقة السياسية في إدارة شؤون العراق، ينبغي ألا ننسى محنة المغيبين والمفقودين، وهي من صميم أي تغيير شامل في الواقع العراقي الذي بدأ يتشكل في ميادين وساحات العزة والكرامة. أحمد صبري يرى في صحيفة الوطن العمانية أن ملف المفقودين والمغيبين قصرا تحول إلى قضية رأي عام، وأصبح البحث عن مصيرهم في صدارة اهتمامات الرأي العام. لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المغيبين وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة المتوالية فصولا نتابع. تكشف محنة المغيبين عجز منظمات حقوق الإنسان والسلطات العراقية عن معالجة هذا الملف الشائك بعد أن اتسعت الظاهرة وتزامنت مع مطالبات بالكشف عن المفقودين الذين ما زال مصيرهم مجهولا. وطبقا لإحصائية موثقة
تتداولها منظمات معنية بحقوق الإنسان، فإن أعداد المفقودين تقدر بنحو 250 ألف شخص بعد سيطرة الميليشيات الطائفية على المدن التي كانت في قبضة داعش وانتشار عمليات القتل والملاحقة، وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في حصيلة المفقودين في السجون السرية أو ممن لم يستدل على أماكن وجودهم. لقد وجهت أسر المفقودين والمغيبين اتهامات صريحة للسلطات العراقية بتخليها عن واجبها في حفظ الأمن ووضع حلول جذرية لمعرفة مصير أبنائها، خصوصا أثناء ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث عانت الكثير من الأسر خصوصا في مناطق حزام بغداد من عمليات الاعتقال والخطف. أزمة المفقودين باتت تشكل هاجساً وقلقاً لدى العراقيين الذين يعتبرون عجز الدولة عن فرض النظام والأمن هو من شجع الميليشيات الطائفية على التغول في المجتمع إلى حد اتهامها بالتستر على كشف مصير الآلاف، الأمر الذي أسهم في تفاقم أزمة المفقودين التي باتت قضية معقدة ضمن أهم الملفات التي يواجهها العراق. يشير أحمد الصبري إلى أن ملف المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا تحول إلى ملف سياسي بامتياز في عملية الصراع على السلطة واستخدامه أداة للابتزاز والضغط والمناورة في التسقيط السياسي، الأمر الذي يتطلب تدويل هذا الملف لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية ومن أجل ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم والمتسترين عليها. وصلنا وإياكم إلى المقالة الأخيرة الآن. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً عن الطرق الجديدة التي تلجأ إليها الحكومة الصينية لمعاملة المسلمين الإيغور والتي تضيف بعداً مقززاً للقمع. وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن الصين قد حشدت مليوناً من الإيغور وغيرهم من المسلمين الأتراك، حشدتهم وحشرتهم في معسكرات اعتقال داخل منطقة شينجيانغ من أجل محو لغتهم ودينهم وثقافتهم. الصحيفة أشارت إلى المؤتمر الجديد الذي عقد في بكين، وقال فيه رئيس إقليم شينجيانغ شورهات زاكر إن المتدربين في أرخبيل المعتقلات السيئة السمعة لإعادة تعليمهم قد تخرجوا، وبمساعدة من الحكومة فقد تم توفير وظيفة مستقرة لهم وتحسن مستوى حياتهم. وتتساءل الصحيفة ما هو هذا التخرج، وتضيف أن هناك الكثيرين تم إرسالهم على ما يبدو إلى المصانع وأنهم لا يتمتعون بحرية أكثر من المعتقلات، وفي بعض الأحيان فإن هذه المصانع موجودة داخل معسكرات الاعتقال أو ملصقة فيها. ولو ثبتت صحة الأمر فإن خلق سلسلة من العمالة الإيغورية يضيف بعداً مثيراً للاشمئزاز لأكبر كارثة انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب أن تكون مصدراً للتحقيق الدولي. وتقول الصحيفة إن أدريان زينز الذي نشر دراسة رائدة حول معسكرات الاعتقال في شينجيانغ جمع أدلة تشير إلى وجود عمالة قسرية. ويقول زينز إن العمالة الإجبارية هي جزء من خطة كبيرة لاختراق كل زاوية في المجتمع الإثني وبطريقة غير مسبوقة، حيث تم نقل كل السكان إلى مناخ متحكم به من التثقيف السياسي والتحكم الاجتماعي والاعتقال خارج القانون والرقابة الهائلة من أجل تحطيم التقاليد والحياة الدينية والعائلية، وهو ما يصل حد الإبادة الثقافية المستهدفة. كما أشارت واشنطن بوست بافتتاحيتها أيضاً إلى أن الصين ستستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط فبراير 2022. فهل يجب، تقول الصحيفة، هل يجب عقد مناسبة دولية بهذا المستوى في بلد يدير معسكرات اعتقال وعمالة؟
أخذت حملة دعم الإنتاج الوطني التي أطلقها ناشطون عراقيون منذ أيام صداها بشكل واسع بين مختلف مكونات المجتمع، وذلك بالتزامن مع دعوات مقاطعة السلع الإيرانية احتجاجاً على دور طهران السلبي في العراق. وقال موقع عربي 21 إن الرفض غير المسبوق من جميع مكونات الشعب العراقي للبضائع الإيرانية سبب كساداً وانخفاضاً كبيراً في أسعارها، الأمر الذي كبد التجار الإيرانيين خسائر كبيرة خلال أقل من شهرين، ودفعهم إلى إغلاق معمل ألبان كالا الإيراني في محافظة النجف بعد الحملة الأخيرة، لأنها لم تعد مرغوبة مثل السابق رغم أسعارها المنخفضة. وأشار الموقع إلى أن الزبائن أصبحوا يسألون وبكثرة عن المنتجات العراقية ويفتشون عنها في السلع الغذائية وتحديداً منتجات الألبان، الأمر الذي تسبب بتلف الألبان الإيرانية بعد انتهاء مدة صلاحية إنتاجها. وكثيرون يرون أن دعم المنتج الوطني ضرورة أخلاقية قبل أن تكون مسألة وطنية. الآن إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام. مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.